مع اندلاع الأزمة السورية في مارس آذار لعام 2011، بدأت الانشقاقات عن الجيش السوري تتوالى تباعاً، حيث كانت البداية بأحد المجندين وتلتها رتب عسكرية رفيعة، إلى أن وصلت إلى انشقاقات سياسية ودبلوماسية. وكان أول دبلوماسي سوري يعلن انشقاقه عن النظام السوري هو أول سفير لدى سوريا في العراق نواف الفارس، والمنحدر من بلدة البوكمال بمحافظة دير الزور. ويعد الفارس من أبرز المسؤولين السوريين المنشقين عن نظام الأسد، حيث تولى العديد من المناصب الهامة في الدولة، وكان يوصف بأنه أحد صقور النظام السوري ومن المقربين له. بدأ الفارس حياته المهنية في الأجهزة الأمنية بعد تخرجه من كلية الحقوق والتحاقه بكلية الشرطة كرئيس لفرع الأمن السياسي في محافظة اللاذقية في عام 1994، ثم أمينا لفرع حزب البعث في دير الزور ومحافظا للاذقية في عام 1998، ومحافظا لإدلب في عام 2000، ومحافظا للقنيطرة في عام 2002. واختاره الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2008 ليكون أول سفير لسوريا في بغداد بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والعراق. ومع اندلاع الأزمة السورية، وفي يوم العاشر من يوليو تموز لعام 2012، أعلن الفارس انشقاقه عن النظام السوري، حيث خرج في مقطع فيديو مسجل وأعلن استقالته من منصبه كسفير لسوريا لدى العراق، كما أعلن انسحابه من صفوف حزب البعث وانضمامه إلى صفوف ثورة الشعب. ودعا كل أعضاء الحزب لاتخاذ موقفا مماثلا له، مبررا أن النظام حول الحزب إلى أداة لقمع الشعب وتطلعاته نحو الحرية والكرامة وغطاء لكل رذائله. وقال الفارس إن انشقاقه جاء بعد قيام النظام بإعطاء وعود كاذبة بالإصلاحات، وقيامه أيضا بقمع المتظاهرين، الأمر الذي جعله يبتعد عن النظام تدريجيا لحظة إعلان انشقاقه عنه. أما عن اللحظة الحاسمة والتي جعلته يتيقن من قرار انشقاقه، فكانت خلال آخر زيارة له لمحافظة دير الزور قبل نحو شهر واحد من انشقاقه، حيث قال حينها: كان هناك خراب هائل، وأنهيت حياة الآلاف والعديد منهم من عشيرته، وكانت الحياة في المدينة شبه معدومة، والأمر كان مأسويا إلى درجة لا يمكن تصديقها. فقام الفارس بعد ذلك بترتيب الانشقاق دون علم النظام، حيث بدأ بإخراج أفراد أسرته جميعا خارج سوريا، ثم قامت المعارضة السورية بتهريبه، وكان حتى آخر لحظة مواظبا على عمله للتمويه، حيث كانت مكالماته الهاتفية تخضع للرقابة بصفته دبلوماسي.